أتمنى أنكم تكونوا بألف خير ونقولكم أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم حبيباتي راح نحضر مع بعض أنا بيغيتيف أو ديزاميج بوش، ولا كما نقولوا لهم مقبلات صغيرة اللي تقدروا تقدموها للضيوف تاعكم، يعني قبل ما تقدموا لهم الأكل أو البلا برينسيبال يعني الطبق الرئيسي، تقدروا تقدموا لهم هادو المقبلات هادو اللي راح نقدم لكم اليوم، اللي ساهلين يعني مكونات بمكونات بسيطة، ويعني في وقت وجيز راح نتحضروهم، ما يديوش بزاف الوقت، ساهلين وسريعين وبنان وبريزونطابل او ميم طون. بون، واش راح نحتاجو في الوصفة تاعنا تاع اليوم؟ انا راح نحشيهم هادو لي بتيت كرواسون هادو اللي راح نديرهم معاكم، راح نحشيهم بشوية فخوماج بورسيون هيدا وشوية فخوماج دو شيفغ جبن الماعز. انا ما يعجبنيش هذا، سي بور سا راح ندير بورسيون يعجبني هذا. هذا لو فخوماج تاع فخوماج دو شيفغ، انا هذا ما يعجبنيش لو تاعو، لو تاعو جاي فور و سا ديبون لي غو. الا كان يعجبكم تقدروا ديروه. وراح نحتاج شويه لشويه سومو فومي، وإلا ما عندكم سومو فومي تقدروا تعوضوه بالبلطون ولا الحشوة، يعني تقعد اختيارية، يعني تحطوا واش تقدروا واش تحبوا. فوالا حبيباتي، بعد ما فتحت لاباط تاعي الجاهزة هاي ليك، راح نقوم عفوا بالتقطيع تاعها كما راكم تلاحظوا على شكل فوالا، قطعها على ربعة فوالا هكدا. أبخي لازم نقطع كل المثلث على اثنان فوالا فوالا. فوالا نقطعوها على الطريقة هذه. عفوا حبيباتي ما كنتش نصور، درت زوج ولكنه ما كانش التصوير ما كانش واضح بني بلي اني راني نخدم. بون فوالا، درت في الحجم هذا، قرديت المثلث هذا كبير هكذا، جاتني شويه كبيره، دابا ديسيديت نقسم كل المثلث على اثنان، جاتني الكرواسون تاعي جاتني هكذا صغيره ظريفه راكم تشوفوا. راح نقسم فوالا، عفوا جميع المثلثات راح نقسمهم على اثنان كما راكم تشاهدوا. فوالا فوالا، عفوا بون، غنزيد دي شوية فخوماج دو شيف، غنحطو هنا، غنقسم هادي هنا نفتحها باش تساعدني في الخدمة. فوالا، غنحط لو فخوماج هنا وزيد نحط عليه الصومو فيمي تاعي. فوالا، ونغلق فوالا، ونغلق بالطريقة هذه. فوالا، نغلقهم هنا في الجوانب. فوالا، فوالا نزيد نعاود معاكم وحده. بون، انا النص راح نديرو بلو فخوماج دو شيفغ والنص راح نديرو بهذا فخوماج بورسيون. فوالا،
هنغلق في الاول الاطراف باش ما تخرجليش الحشوه، وبعدها راح نرولي الكرواسون تاعي سيما. بعد نسي كيفاش نفاصونيه، فوالا الطريقه هذه. بعد على بالكم لا بات في كي تطيب ما راحش يبان، صافي راح تقوم في لا ما راحش تبان. فوالا راح ندير معاكم وحده اخرى بالجبن الثاني. والله راح نحط انتي مرسو كمسا نزيد عليه شويه صومو. كيما قلت لكم البنات الصومو تقدروا تعوضوه بالطون، والحشوه يعني اختياريه تقدروا تحطوا اي حشوه تعجبكم. فوالا المهم حبيباتي انا راح نكمل المتبقى من العجينه تاعي ونعاود نولي لكم فيما بعد. فوالا حبيباتي هامليك لي كرواسون تاعي بعد ما حطيتهم في ان بلاطو اللي غطيته بورق الزبده. فوالا ولي دهنت، قمت بالدهن تاعهم بشويه بيض بصفار البيض وزينتهم شويه. هنا حطيت شويه سمسم او جلجلان، وهنا حطيت شويه سانوش كما راكم تلاحظوا، وتعمدت يعني اني نفرق بيناتهم لانه هادو اللي بالسمسم حطيت فيهم ما حطيتش فيهم الفرماج دو شافر، وهادو اللي بالسانوش حطيت فيهم لو فرماج دو شافر. صافي باش بينتهم. وللملاحظه فقط انا الفرن تاعي راني سخنته عنده بريسك 5 مينوت وهو يسخن. رايحه ندخل لي بيتي كرواسون ديالي يطيبوا، وبعد ما يطيبوا راح نولي لكم في الطبق النهائي. فوالا حبيباتي هاوليك الطبق النهائي تاعنا تاع اليوم، وهايليك الوصفه تاعنا تاع اليوم جاهزه معكم، واللي كانت عباره على دي ميني كرواسون اللي نقدروا نقدموهم كمقبلات. يعني قبل ما نقدموا الطبق الرئيسي تاعنا لي زانفيتي باغ اكزومبل تاعنا، نقدموا لهم قبلوا هادو لي ميني كرواسون او لي نسميوهم مقبلات اللي كنا حشيناهم بلو فرماج والسومو فيمي. وكيما قلت لكم ونقول لكم دائما الحشو يبقى اختياري، تقدروا تعوضوا السومو فيمي بالطون او تقدروا ديروا اي حشوه يعني كتعجبكم، تقدروا تحطوها في المملحات هادو. واللي قمت طبعا بالتزيين تاعهم يعني بتزيين يعني خفيف، زينتهم بحبات الزيتون هذا الاخضر اللي كان متوفر عندي في الفريجيدير، وانتم زينوا حسب المتوفر. تقدروا تزينوهم بالفرماج، تقدروا تزينوهم بالطماطم، اي حاجه متوفره عندكم في البيت. للاشاره فقط انا داولي 10 دقائق في بسم الله ماما داولي 10 دقائق في الطياب تاعهم في الفرن. فوالا راح نقسم معاكم، هنقسم معاكم هنا حبة فوالا باش تشوفوهم كي جاو في الوسط. فوالا جاو يعني ما شاء الله. فوالا اذا حبيباتي كان هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، واللي نتمنى انه يكون نال الاعجاب تاعكم. والى عجبكم حبيباتي ما تنساوش تخليو لي دي لايك، وما تنساوش ايضا تبارطاجيو لا فيديو تاعي مع احباباتكم. ونقول البنات اللي مازال هما اشتركوش في القناه تاعي ما عليهم غير بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو هكذا باش يوصلهم كل جديدي.
اي فوالا، ما بقى لي غير نقولكم بقاو على خير وتهلاو لي في رواحتكم. يا الله بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.